السلام عليكم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشعل الجبهات بوجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على الأرض الأوكرانية بتقدم سريع وكبير للغاية، وهذا التقدم الذي نتحدث عنه اليوم هو يأتي بكل تأكيد إلى شرق أوكرانيا وتحديدا في إقليم دونباس. التقدم جاء على عدد من المستويات، على مستوى لوغانسك وعلى مستوى دانييتسك بهذا الاتجاه. وطبعا هذا التقدم الذي نتحدث عنه إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فقط لندقق على طبيعة ما جرى بهذا الاتجاه بالنسبة للقوات الروسية. هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، كما تلاحظون بهذا الاتجاه هذه هي دانييتسك وهذه هي لوغانسك بهذا الاتجاه، وهذه هي الحدود الإدارية الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. الأمور والتطورات التي سنتحدث عنها اليوم هي تأتي في هذه المنطقة بأكملها. دعونا نقترب من هذه الجبهة الكبيرة جدا التي كان فيها تقدم كبير للغاية بالنسبة للقوات الروسية كما سنلاحظ الآن، وهنالك قتال شرس في هذه المنطقة. بالنسبة لهذه المنطقة تحديدا فإن عمليات الضغط والمناطق التي هي أصبحت تحت الضغط هي هذه المنطقة التي ترونها، وهي باخموت، وكذلك هنا سلوفيانسك، وكذلك كراماتورسك طبعا بطبيعة الحال بالنسبة لهذه المنطقة. ولكن المنطقة الأخطر الآن على القوات الأوكرانية هي هذه المنطقة، هذه المنطقة هي التي تبحث عن السيطرة عليها وعلى السيطرة عليها بالنسبة للقوات الروسية، بالإضافة إلى لتشانسك، وكذلك لم يتبقى إلا القليل بالنسبة إلى سيفيرودونيتسك لكي يسيطروا عليها، لأن القوات الروسية تمكنت من اقتحام هذه المنطقة وحققت العديد من المكتسبات، ونحن أمام ساعات حاسمة بالنسبة لهذه المنطقة. دعونا نقترب من سيفيرودونيتسك التي سنرى فيها الكثير مما يجري من تطورات، وممكن الساعات القادمة قد تعني الكثير بالنسبة لهذه المنطقة. إذا ما توقفنا هنا تحديدا في سيفيرودونيتسك، بالنسبة للقوات الروسية هي تقدمت واقتحمت هذه المنطقة بالكامل كما ترون، أخذوا بما يصل بنسبة 70% بالنسبة للسيطرة أو حتى أكثر من 70%. لم يتبقى للقوات الأوكرانية إلا هذا المصنع الذي يأتي بهذا الاتجاه تقريبا، وهو مصنع أزوت بهذا الاتجاه. هنالك 10,000 من المواطنين المدنيين لا زالوا متواجدين في هذه المنطقة، وكذلك هنالك في هذا المصنع قوات أوكرانية بالإضافة إلى المتطوعين الذين يقاتلون مع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. وهنا كما تلاحظون هذه الجسور التي تلاحظونها قد دمرت بالتمام والكمال جراء القصف، وبالتالي هؤلاء المدنيين ليس لديهم المقدرة لعملية العبور والوصول إلى مدينة لتشانسك من أجل التخلص من عملية ما ممكن أن يجري من هذه العملية العسكرية الكبيرة التي تطال سيفيرودونيتسك. ولكن بالنسبة طبعا للقوات الروسية الآن هي بدأت بعمليات الإجلاء بالنسبة للمدنيين، وأعطوا اليوم تحديدا للقوات الأوكرانية الموجودة في هذا المصنع أمامكم خيارين لا ثالث لهما، أما الاستسلام وأما الموت. ولكن القوات الأوكرانية وتحديدا المتطوعين من جورجيا، الجورجيين تحديدا، هم يقاتلون في هذه المعركة بفيديوهات محدثة جاءت في هذه المنطقة تحديدا يحاولون إشغال القوات الروسية بشكل عال للغاية، وجاءت هنالك لقطات واضحة جدا لهؤلاء المتطوعين الجورجيين بهذا الشكل. سنلاحظ كما تلاحظون من هذه اللقطات هنالك لقطات حية بحسب هؤلاء المقاتلين الذين يرتدون طبعا البروكام وهم يصورون بهذه المعركة. كما نلاحظ قبل أن نتوجه إلى هذا الفيديو هنالك العديد من العلامات، هذه ساحة كبيرة كما نلاحظ، هنالك مدخنة أولى ومدخنة ثانية، مع حقيقة أن هذا مبنى كما نلاحظه ليس بالصغير أبدا، وكذلك هنا بهذا الاتجاه هذه الحافلة التي تبدو باللون الوردي تقريبا مع انعكاس الشمس، هذا هو مبنى طبعا منهار بهذا الاتجاه. وكما نلاحظ أن عملية الرمي تأتي بهذا الطريق وبهذا المجال، وهنا مبنى أيضا بهذا الاتجاه الذي ترونه بهذه الطريقة. وبالتالي أخذنا عددا من العلامات التي ممكن أن تفيد بمطابقة هذا الفيديو. الواضح بأن هنالك قتال واقتحامات كثيرة، تقارير غربية تحدثت أن هنالك طرقا جديدة بدأت تستخدمها القوات الأوكرانية والمتطوعين في عملية، لاحظ هنا قد تعدوا ووصلوا إلى المبنى الآخر الذي هو يعتبر المبنى المقابل. هذه العمليات التي يقومون بها وصفتها العديد من التقارير الغربية بأنها شجاعة وخطيرة في نفس الوقت، لأنهم يقتحمون مناطق سيطرت القوات
الروسية بكل تأكيد. وهذه طبعا المنطقة واللقطة السريعة التي جاءت لعملية العبور هي تهمنا كثيرا لعملية المطابقة مرة ثانية. فهنا مدخنتين كما تحدثنا، هنا المبنى الذي هو طبعا منهار كما تحدثنا، هذه المنطقة طبعا منطقة العبور، هذه هي الحافلة، هنا أشجارا كما نلاحظ، وبعد الأشجار هنالك مبنى كبير واضح بالنسبة إلينا. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لمطابقة هذه الصور لكي نرى أين تتواجد هذه القوات تحديدا وأين تتم عملية مشاغلة القوات الروسية في هذه المنطقة، بالتوجه إلى هذه المنطقة تحديدا الآن فقط لنعرف أين تقع هذه النقطة التي أشرنا إليها، بالتوجه إلى هذه المنطقة مع التفافة صغيرة بالقمر الصناعي سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي طبعا حددناها. هنا طبعا كما تلاحظون المدخنة الأولى، المدخنة الثانية، هنا مدخنة ثالثة طبعا، ولكن بسبب انهيار هذا المبنى كما لاحظنا من المقاطع هي غير موجودة في القمر الصناعي. هذه هي الساحة التي تحدثنا عنها، وهذا هو المبنى الذي كان تتوجه إليه البندقية بهذا الاتجاه، وطبعا هذه هي الأشجار، وهذا هو المبنى الكبير الذي تحدثنا عنه بالقمر الصناعي تقريبا. وبالتالي هم كانوا يتوجهون وتوجهوا إلى هذا المبنى وبدأوا بعملية الدخول والعبور من مبنى إلى آخر في عملية مشاغلة وحرب شوارع وحرب عصابات، هذا ما تقوم به هذه القوات طبعا الجورجية والمتطوعين بالإضافة إلى القوات الأوكرانية بكل تأكيد. وبالتالي بالنسبة لسيفيرودونيتسك ستكون هنالك معارك شديدة جدا قد تشبه ما جرى في ماريوبول وتحديدا طبعا الموجودة إلى على بحر آزوف والتي سيطرت عليها القوات الروسية. وعلى هذا الأساس وفي ظل هذه المقاومة الكبيرة التي تجري من قبل القوات الأوكرانية في تلك المنطقة، فبدأت القوات الروسية واتخذت قرارا بعملية الاقتحام التي تأتي إلى باخموت والتي تأتي إلى مدينة ليمن، وبدأت عملية إطباق من الجهتين من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى باخموت أولا فقط لنعرف كيف هو هذا الاقتحام الذي يأتي على المستوى الروسي بكل تأكيد بالاقتراب من هذه الجبهة التي نلاحظها هنا بهذا الشكل. فإن القوات الأوكرانية بالنسبة إليها هذه هي مدينة باخموت، وهنالك عددا من المدن المهمة جدا التي إذا ركزنا عليها ولاحظنا سنلاحظ بأن هنالك مدينة صغيرة هنا بهذا الاتجاه يطلق عليها روتي، وكذلك هنالك مدينة بهذا الاتجاه طبعا هي كلينوف، وهنا فيرشينا، وكذلك منطقة أخرى مهمة هي موجودة بهذا الاتجاه وهي ميغيريا بهذا الاتجاه. بالنسبة للقوات طبعا الروسية والذي فعلته بكل تأكيد هي قد سيطرت على هذه المنطقة بوبسانا، وهي مسيطرة على كل هذه المناطق، بدأت منذ أيام بعمليات قصف إلى شرق وإلى جنوب باخموت بهذا الاتجاه، وبعدها تقدموا بسرعة كبيرة إلى روتي وسيطروا عليها في 48 ساعة الماضية، بل تقدموا إلى فيرشينا وسيطروا عليها، وبعدها تقدموا مرة أخرى إلى سميغيريا بهذا الاتجاه وفتح الطريق بالنسبة إليهم، أغلقوا طبعا، هم تمكنوا من إغلاق هذا الطريق الذي يمتد من باخموت مباشرة إلى الجنوب، قطعوه تماما وسيطروا عليه. وبالتالي الخطوة القادمة بالنسبة للقوات الروسية وكما هو واضح هو التوجه مباشرة إلى كلينوف للسيطرة عليها، وبعدها إغلاق هذا الطريق تماما ومحاصرة مدينة باخموت المهمة للغاية، وبالتالي يقطعون الطريق ويخنقون تماما المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي سيفيرودونيتسك وكذلك لتشانسك. وهنا الأهمية بالنسبة لهذا التحرك، وتأتي أهمية التحرك السريع الروسي، هو من أجل التقاء القوات الروسية بهذا الاتجاه مع القوات الروسية القادمة من ليمن. دعونا نتوجه إلى مدينة ليمن المهمة للغاية ولنلاحظ ما الذي يجري بحسب هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، كلها صرحت وهذه الأمور والتحركات تحدثت عنها وتحدث عنها الجانب الأوكراني بشكل مباشر. بالتالي التصريحات التي جاءت طبعا تحدثت أن هنالك تحشيدات في مدينة ليمن، وكذلك تحشيدات أيضا تأتي في هذه المنطقة في مدينة يامبل، وهنالك أهدافا مهمة بالنسبة لليمن ويامبل. ولماذا هذه التحشيدات تأتي بهذا الاتجاه؟ بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الهدف هي هذه المنطقة وهي ريوردوك بهذا الاتجاه، وكذلك سيفريسكي بهذا الاتجاه. وبالنسبة لسيفريسكي هي تأتي للسيطرة عليها، والرغبة الروسية طبعا بالنسبة لهم لكي يتقدموا من يامبل إلى سيفريسكي يسيطرون عليها ويستمرون في عملية الالتقاء مع القوات الروسية الموجودة طبعا بكل تأكيد كما تحدثنا، والتي تتحرك إلى باخموت بشكل مباشر. وهنا في نفس الوقت بالنسبة للقوات الموجودة في ليمن يحاولون التقدم إلى هذه المدينة التي ترونها
منها أمامكم، وهي ريور دوك بهذا الاتجاه من أجل البدء والشروع بهجوم كبير جدا يأتي على هذه المنطقة وهي سلوفيانسك، وبعدها ضغط طبعا على كراماتورسك بهذا الاتجاه. القوات الروسية هي كانت قد تقدمت أيضا تجاه منطقة مهمة، هي تأتي بهذا الاتجاه الذي ترونها قادمة هذه القوات مباشرة من إيزيوم، هي تتقدم إلى هذه المنطقة وهي بوروديتشني بهذا الاتجاه، وكانت فعلا قد اقتحمت هذه المنطقة. الخطة واضح، نسيطر على هذه المنطقة، نغلق هذه المنطقة وهي سلوفيانسك، وبعدها نتقدم مرة ثانية، وبالتالي سترى المنطقة محاصرة بشكل كبير. ولاحظ قطع الطرق لسيفيرودونيتسك، لن يكون هنالك إمكانية لإرسال الإمدادات بشكل مباشر، ولكن كانت هنالك صراعات كبيرة جدا بالنسبة لهذه المنطقة. إذا ما اقتربنا من بوروديتشني بهذا الاتجاه التي نتحدث عنها، طبعا هذه المنطقة هي مهمة للغاية وتقدمت إليها القوات الروسية، بل في البداية كان هنالك إعلانا بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة عليها. كيف ذلك؟ هذا هو طبعا بهذا الشكل جاءت القوات الروسية طبعا إلى هذه المنطقة عبر نهر مهم جدا وهو سيفريسكي دونتس، هذا هو النهر الذي نتحدث عنه. القوات الروسية الذي تمكنت منه تمكنت من السيطرة على هذا الجبل وانتقلت إلى هذا الجبل وسيطرت ناريا على كل المنطقة والمناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. أصبحت القوات الأوكرانية في موقف صعب للغاية، وبالتالي المنطقة والمدينة أصبحت ساقطة عسكريا كما هو واضح وكما نتحدث الآن، وبالتالي القوات الأوكرانية اتخذت قرارا بالانسحاب، دعنا ننسحب. ولكن بمجرد ما قامت القوات الروسية بالسيطرة على المنطقة وبدأت بالهبوط إلى هذه المنطقة، تفاجأوا بأن هنالك فخا ولا زالوا الأوكرانيين موجودين في تلك المنطقة ويقاتلون بشكل كبير، وكانت هنالك لقطات قادمة أيضا يوم أمس من طبيعة الاستهداف الكبير الذي جاء ضد إحدى الدبابات. هنالك العديد من الاستهدافات، طبعا الدبابة التي ضربت هنا هي T-90 الروسية بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وبالتالي هنالك حتى تصوير بالدرونات الأوكرانية وهي تصور كل عملية الاستهدافات الناجحة التي حققتها. وبالتالي إذا ما أخذنا عددا أيضا من العلامات مرة أخرى فقط لنتأكد من هذه المنطقة، هنا كما نلاحظ طبعا بهذا الاتجاه هنا شارع بهذه المنطقة، مع الالتفاف للشارع هنالك مبنى، وبعدها يأتي مبنى آخر بمسافة لا بأس به، وهنا الدبابة التي نلاحظ بأنها دمرت بكل تأكيد. هنالك خطا أو طريقا معبدا قليلا، وليس بالطريق ولكن بالخط المعبد كما هو واضح، وهنالك مبنى أيضا يأتي بمسافة لا بأس بها أيضا من هذه الدبابة التي نتحدث عنها، بأخذ هذه العلامات مباشرة والتوجه إلى القمر الصناعي لنطابق هذه المنطقة مرة أخرى مع القمر الصناعي لكي نتأكد من أن هذه المنطقة فعلا موجودة في بوروديتشني، بالتوجه إلى هذه المنطقة تحديدا. واضح جدا مع هبوط القوات الروسية ووجودها في هذه المنطقة وجدت نفسها تماما أمام فخ أوكراني موجود في هذه المنطقة، هذا هو الشارع وهذا هو المنزل الذي تحدثنا عنه، وطبعا يأتي هذه المبنى وهذا المبنى الذي تحدثنا عنه الذي تأتي أمامه الدبابة بكل تأكيد، وهذا هو المبنى الذي كان طبعا إلى الجنوب من المبنى الذي تحدثنا عنه، وبالتالي واضح جدا أن عملية الاستهداف هذا هو الخط الذي تحدثنا عنه طبعا بكل تأكيد الذي يأتي وكأنه طريق معبد ممكن للمارين أن يستغلوه، وبالتالي هنالك مقاومة لا بأس بها تأتي بالنسبة للقوات الأوكرانية، ولكن القوة العسكرية الروسية ليست بالقليلة أبدا في هذه المعركة. ومع ذلك أن القوات الأوكرانية هي تحاول بحسب إحدى الصحف المهمة جدا وهي غلاس فوردا، هذه هي صحيفة روسية تحدثت بأن هنالك عملية التفاف كبيرة جدا تتم على إيزيوم وتحديدا من القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه، وهنالك هدفا أساسيا من هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها مرة أخرى بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه. كما ترون بهذا الاتجاه سنلاحظ وسنكون نحن طبعا أمام مدينة خاركيف، وهذه هي مدينة إيزيوم التي ترونها. هنالك بحسب صحيفة طبعا غلاس فوردا الروسية تأكدت وتحدثت بشكل واضح أن هنالك طريقا يمتد من خاركيف إلى هذه المنطقة، وهنالك طريقين يأتي من الحدود من روسيا إلى أوكرانيا متوجهة إلى إيزيوم، هذا هو الطريق الأول، وهنالك طريقا آخر يمتد بهذا الاتجاه. القوات الأوكرانية بدأت بعملية ضغط لقطع هذه الطرق، لقطع الإمدادات، لقطع عملية الانطلاق ونقطة الانطلاق التي تستخدمها القوات الروسية من أجل الوصول إلى أقليم دونباس. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة لكي نأخذ هذا المصدر الذي نتحدث عنه بكل تأكيد، بالاقتراب بالقمر الصناعي بهذا الاتجاه ستلاحظون
بأننا أمام النقطة الأساسية هنا طبعا بالنسبة لهذه المنطقة المهمة جدا ألا وهي إيزيوم. كما تلاحظون هذا هو نهر سيفريسكي دونتس الذي نتحدث عنه دائما بكل تأكيد. وهنالك هذه هي المنطقتين التي سنتحدث عنها وهي منطقة مهمة جدا وهي بيتروفيسكي بهذا الاتجاه. هذه هي بيتروفيسكي التي تلاحظونها، وهنا مدينة أخرى مهمة للغاية وهي طبعا مدينة بروتو بوبيفكا بهذا الاتجاه. بالنسبة لهذه المنطقتين تحدثت هذه الصحيفة الروسية بأن الآن القوات الأوكرانية تحاول عملية اقتحام هذه المنطقة عبور هذا النهر من أجل أن يكونوا في الغابات ويتوجهوا في الغابات ويتسللوا خلال 7 أيام أو 6 أيام من أجل قطع هذا الطريق الذي يمتد طبعا الذي تحدثنا عنه إلى إيزيوم، وبالتالي الضغط على الطريق الآخر طبعا القادم من خاركيف والقادم من الحدود الروسية، وبالتالي يغلقوا هذه المنطقة. وبالتالي القوات الأوكرانية هي تقاتل بقوة كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت فإن روسيا تتقدم وتتقدم وتتقدم، وهنالك سببا لهذا التقدم الذي سنتحدث عنه. طبعا الأوساط المهمة جدا الفرنسية تحدثت أن سبب التقدم الكبير بالنسبة للقوات الروسية هو امتلاكها ما يقارب 1500 مدفع من المدافع التي هي مدياتها طويلة للغاية، بينما المدافع التي تمتلكها القوات الأوكرانية في دونباس تحديدا، هذه المدافع التي نتحدث عنها هي مخصصة لدونباس فقط. بالنسبة للمدافع التي تمتلكها القوات الأوكرانية في معركة دونباس هي 5 مدافع من 150 مدفع التي تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الدول الأوروبية وبريطانيا طبعا من ضمنها بكل تأكيد، وهي لم تصل حتى هذه اللحظة. لذلك نحن نرى الأوكرانيين ينسحبون من نقطة إلى أخرى، أي أنهم في الخط الأول والخط الثاني ينسحبون عندما هنالك يكون هنالك ضغطا لتقوية الخط الثاني ويعودوا في حرب العصابات ضد القوات الروسية. يقاومون بشكل كبير في انتظار الدعم لكي يكون قادما لكي يحققوا ما يريدونه، وهو منع القوات الروسية من السيطرة على إقليم دونباس وإعلانها كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. وجاء هذا الأمر والخبر سريعا للأوكرانيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن بشكل مباشر تخصيص أسلحة من القذائف والمدافع وغيرها بقيمة $1 مليار. كما تلاحظون كذلك ظهروا 3 رؤساء من الرؤساء الأوروبيين المهمين، نتحدث عن الرئيس الفرنسي المستشار الألماني وكذلك عن رئيس وزراء إيطاليا بالقطار بهذا الشكل من بولندا مباشرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا جاء معهم أيضا الرئيس الروماني كما تلاحظون وصل أيضا إلى كييف بنفس القطار أو بقطار آخر، والتقوا بزيلينسكي كما تلاحظون واجتمعوا مع زيلينسكي، وهنالك إعلانا كبيرا سنسمع عنه الكثير حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. هنالك إعلان حول ترشح أوكرانيا الذي قدم عليه زيلينسكي منذ اليوم الرابع من بداية العملية العسكرية الروسية. سنسمع عن الترشح، هنالك معايير كوبنهاغن يجب أن تتبعها أوكرانيا من أجل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. الأمر ليس سهلا، ولكن الدعم موجود ورغبة في الدعم، وواضح جدا أن هذا الدعم قد يعني سلاحا كبيرا سيتجه إلى أوكرانيا في ظل هذه المعارك بكل تأكيد. ولكن روسيا تمتلك الكثير من القوة في ظل ما يجري. روسيا طبعا بحسب The Telegraph أو The Daily Telegraph اليوم هي تحدثت في حقيقة الأمر بأن روسيا تمكنت من عملية إلقاء القبض على جنديين أمريكيين في المعارك التي تجري في خاركيف في 9 يونيو من هذا الشهر. قبل أيام قليلة تمكنوا من إلقاء القبض عليهم، وهذين الجنديين هم من ولاية ألاباما الأمريكية، وكانوا هم يعتبرون من الفترنز من الجنود القدامى الأمريكيين الذين كانوا قد شاركوا وخدموا الجيش الأمريكي في الداخل العراقي. ها هم في أوكرانيا ألقي القبض عليهم من قبل القوات الروسية، وبالتالي هذه تعتبر ورقة ضغط كبيرة جدا ممكن لروسيا أن تستخدمها في عملية المفاوضات أو غيرها، وممكن أن تستخدمها روسيا أيضا في إحراج الولايات المتحدة الأمريكية أنكم تستخدمون الجنود الأمريكيين في معركة أوكرانيا. ونتحول إلى نقطة أخرى، وعلى هذا الأساس الاجتماعات الأوروبية بحسب الدبلوماسي الفرنسي أكد بأن هذا الاجتماع هو ليس مسألة تسليح وإنما مسألة النظر إلى الدبلوماسية أيضا، وقال الآتي: ستكون هنالك حاجة إلى حوار بين موسكو وكييف لمعرفة كيف نبني سلاما مستداما مع ضمانات أمنية لأوكرانيا وطبيعة العلاقة بين أوكرانيا وحلف الشمال الأطلسي. وأضافوا: يجب على زيلينسكي تحديد ما يمكن أن يكون انتصارا عسكريا بالنسبة له. لذلك هم يريدون معرفة الخطوط الحمراء، أين يريد أن يصل زيلينسكي في هذه المسألة، وما الذي سيعنيه في نهاية المطاف بالنسبة إليه للانتصار الأوكراني، ما الذي ينتظره لكي نوقف الحرب ولكي نبدأ عملية المفاوضات.